بشتواني خواهي قولي إن شاء الله لأو مانقا لخزمة بيغمبران أبين عليهم الصلاة والسلام خواهي قولي سبحانه وتعالى ببردوام أو علاقي فطرة بناردني بيغمبران عليهم الصلاة والسلام زندوي أكاتولو أو مروفايتي أو كاتي هز أكا خوالف كر أكا خواهي قولي بيغمبريك أني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم آمين قوم هود عليه السلام بيغمبركيان طبعا بدرو خستوا وزقلوا كومالك تومتي زورنا روان دا بالي لو أنا باسكردني بشي بسفي بويك خوايكاني أوان كداره وبرده وقوته هي زين يدسي لي وشاندو وعقلي لدس داوا وسراي هموشي بويك بدروزنا وزردي بكان طبعا بيغمبران عليهم الصلاة والسلام ولامي قلكان يان أدنو بلان بولامي اتشي منطقيانا ولوجيكيانا ولامي اتشي دروست ولاميك كما نواتاي متمانبوني أو بيغمبرة بخواي قبل سبحانه وتعالى وخودي ولام دانا وجب بيته كارك حتى لو لام دانا وكش كبي انا وي قالك يعني هدايه بدن هود عليه السلام بي اغوتن قال اني اشهد الله واشهد اني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون يعني واشهد اني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ في أغتن أمن خواي قورا أكم بشاهد قال إني أشهد الله واشهدو بقلكي أقول إي وجب من بشاهد كأني بريء مما تشركون أمن دورم وبريم لويك أنقوها وبجدا أنين لبو خواي قورا سبحانه وتعالى أو تبرا كردنو خودور قرتنتي لهمو أو آليه وخوانيك أوان أيام برستن زقل لخواي قورا سبحانه وتعالى بويا أفرمي من دونه فكيدوني جميعا زقل أخوي جورا سبحانه وتعالى إيه وهر هموتان بيك وكوب ابنوا تسي أكن برام برم بيكن ثم لا تنظرون تاوريش مكان يعني وكو أوي بلي أوي لدستان دي بيكن فلام زقل أخوي جورا سبحانه وتعالى لبرتون شي لقرآن أخوي جورا سبحانه وتعالى كباسي بباوران أكافر ما إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا بوي وشيء أو كيدك أولا من دونه فكيدوني زيغا لخواي قورة سبحانه وتعالى إيه وتسدان لدز دي بيكن والله خوانا لقر نبي سبحانه وتعالى دروست أو كيدا نسبتي لبولاي خواي قورة سبحانه وتعالى كبه نصي قرآن لمقابلة خواي قورة جل جلاله باسي أكا يان بي أقولتن أني بريء مما تشركون من دوني يعني أمن بريم لهم خواي كان زيغا لخواه سبحانه وتعالى أو فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون أو يعني وكو الله أو بمنتي يهود لبرامبر قوم كيتسيا يعني لتشي وهر قلايا تون أوندا بمتمانو بسيق بخوبون وهود عليه السلام قسان أكا الله إني توكلت على الله ربي وربكم توكلوا بجبستني من
بسر خواه سبحانه وتعالى كأو خواه منو خواه إيه وشا ها أيوة يعني هشتا دعوة كيان لقربك حتى لو والام دانوش كسيك توكلو بجبستني طواوي بخواي قوربي سبحانه وتعالى فعلا أويلي تساوريك لك بقل كيبري من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون أويلي دستان دي بيكن أو توكلا أو بجبستنا أو متمانبونا بخواي قورب سبحانه وتعالى أو يان لتسبياب ولا هو للا يهود وعليه السلام أفرمي ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها يعني أوي هي لوجود أوي هي لبون أوي كتصرفي تدابك أوي دا صلاتي بسر داب الشيء أوشي كوبيجو ليني أوي كإداري بك وبري وببا لسر انزام همو نتيزكي بدس خواه سبحانه وتعالى كواتا اگر همشتك بدس أوبي أوي لوجود نتواني حركة بك ببي خواه اوي بيرو هوش نتواني بير بكاتو ببي اخوا اوي قوته نتوان دري بكار ببي اخوا سبحانه وتعالى اگر مروف او قناعته هبو برامبر بخوا يور توكلي بسر بس كتوكلي شي بسر بس اوي كرو ادا بارو بدا وي پیغمبر عليه الصلاه والسلام كاتك ابن عباس الادوايتك فرمي يا غلام اذا استعنت فاستعن بالله احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك أو جل باشا وإذا استعنت فاستعن بالله أجر هات حالتي أو يكبش بستم بتفويض أمركان بلا بولا إخوائي جورا سبحانه وتعالى هو تنها بخواي جورا بك سبحانه وتعالى وهي مؤمني آل فرعون خو بيغمبر يجنبو أو كاتيك برامبر قالي فرعون را أوستا يعني باش أو يكأوهم نصيحة آموش غاري لغير كردن وآنج لمقابل تهديدي أكان قال فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ما دام أو قناعتي هبيك خواي جورا بين رب إنسان كان أو قناعتي أو هبيك خواي جورا أجداري هم حركة وزولك كتفيض أمري لبولانك شون سقي بي نبي شون توكلوا بيش بستي بخواي جورا نبي سبحانه وتعالى بوي أو قناعتها لبيغمبران وكباز أكري جرينج مروف لنا وناخي دابني جرينجا لنا وعقلي دابني جرينجا بيتا جزء بشك لبيرو باور عقيدي بهيت زورك لا نكوي او مانا بش بس نبخواي قول سبحانه وتعالى بويا بيان علي فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم اگر بش بكان قناعتان بو دعو بانقوا زيني كمن لبوتان أكم أو فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم أو إخواي قول بينار دوم أو بينار دراوم بيم راجي عندن حقيقتك كوا بوشي وازا بيم قتن أو زا أوي ديكيان أكو تسر خواي قول سبحانه وتعالى بو إخواي قول سبحانه وتعالى ببيغمبري شفرمي وما أرسلناك عليهم حفيظة أي بيغمبر عليه الصلاة والسلام تباريزاني للسريان بلغ ما أنزل إليك من ربك أو إخواي قول بيقوتي أو الراب قينا مزور زاري وهي لسر يعني برام بركة كهداية ورناقري إيمان نايني قناعة نايني زور خوما مشاوش أكين خواهي قول سبحانه وتعالى أوي لمن هزي خويا ننايا حتى لبو بيغمبرانيش عليهم الصلاة والسلام هابا بيغمبرا فرمي فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين أي بيغمبر عليه الصلاة والسلام خريك خود لنا وبيك وانا إيمان ناينن تو بس بيان بري بيبري وحقيقة أو راستك أو حلال أو حرامة أو الرجاء درسته وكيف خويتي جاني هرب جريبة خوي جورة إرادة دايتي قناعتك دايتي فلعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين خوي جورة سبحانه وتعالى فرمي أجر أمام وما يستبايا إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين أفرمي أجر أمام وما يستبا خلق بتوزي إيمان بيني بهر زورك بيت آياتك من لا أسمان دا أبزان هيت كسك نبو باوري بينيني بلام أوناك إلا غير مروفا كان خواهي قول اسمع إرادة ويستي دايته بإرادة ويستي خوي أبي قناعة بيني لابو يرون أكيوا بي الله يوري خواهي أو حلالة أو حرامة أو الدينة بجي كدي أهلا وسهلا بجي نكردي كيف خويت يدي نتيجة كخوي لدنيا وقيامة تحمل أكاد قرنق أوي مروف أوي سلشاني تبي جيني فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا أو قانون يا سابس أكاهود عليه السلام
ويستخلف ربي قوما غيركم يعني أجل إيمان تانينا باوري تانينا لله إخوائي قول زور أسانا سبحانه وتعالى إيه ولا أدخل شي دي كده انت زيتان إخوائي قول سبحانه وتعالى وكو كردواري خمان الله يوانده بشي بسر أو نكت يكمرو فكان بس الشوازك تعامل أكن أويك أيكا لبو خويتي لعمل صالح لإيمان لباوري قال أخوائي قول سبحانه وتعالى يا سيدانا يا لبون هذا بيغنبري شفرمي صلى الله عليه وسلم لكوتاي سوري محمد وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم أفرمي قال إيمان نين بروحي نرون دين إخوائي قول سبحانه وتعالى سرنخان بشتي تيبكن يستبدل قوما غيركم أنقول لا أدخلك كدين تزيتان بلام أوخلك كدين تزيتان وكو إيو نابن يعني أوان لقر خواهي قول سبحانه وتعالى الصلح أكان وما ذلك على الله بعزيز أوجل سر خواهي قول زور قرص نيا بوي خطابك لقر إيمان داران أفرمي يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم أجر أما الشرمان بخوش ويستي مسلمانان هبي شرمان بوي هبي كركمان لبيبا وران ببي توا شرمان بوي هبي كنفس مال أوي همانا لبينا وديني خواي قول سبحانه وتعالى داي بنين خواي قول سبحانه وتعالى والشرم قبولناك أفرمي كاتك كهر أقرينوا بهمو ما نواتايا كاني ارتدادو هالقرانوا خواهي قولا فسوف يأتي الله بقوم خلقك ديني تتزينجو أو خلقا يحبهم ما يحبونا خواهي قولا أواني خوش أوي أوانيش خواهي قولا يعني خوش أوي أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين لقر إيمان داران زور نرمونيان لسرخون لقر بباوراني زور توندن حبك أو أخوة أزاني سبحانه وتعالى وكو شاعر الله لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع أجر مروف خوشويستي لبو خواهي قول الرازقو يا نبي إطاعيك إطاعة نكردن دلالة لسر خوش نويستن كسيك جويرالي خوانك ديار خوشي ناوي كجويرالي أكا ديار خوشي أوي ويحبهم ما يحبون واقعيش أبينن بداخل مسلمان أون دي لناوي يكتر تندن لسر يكتر شيريان برند أكان لسر يكتر زمانيان تيش أكان لسر يكتر تسبروشان دا أنين لقر كافرو بباوران نينا بوشي وازا بيتواني آياتك يا لوي مروف آياتي وإيمان داران أقر نقر أنه قانوني استبدال شموليان أكا ولا يخافون لوم تلائم لتطبيق كردني دين وحي خواي قورا للومي لومكاران نات يعني شرميان بينيا شرميان بدين داري خوان نيا شرميان بزي بزي كدني همو أمركاني خواي قورني سبحانه وتعالى بو يهود عليه السلام أو قانون ياساي خواي قوريا لآدم ونوح وحتى أقاتا بيغمبر عليه الصلاة والسلام لبو همو قلكان لآدم وحتى كوتا مروف ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ خواي قوري سبحانه وتعالى بارزري هم مشتكانا طبعا آخر ولامي قوم هود أوبو بيان أقود قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين يعني لسوري أحقاف فرمي قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين أو شيء أو قلا نبوة أويش بلا كردن لعذاب خواهي قول سبحانه وتعالى بهوديان أفرمو أتوبان قشمان كي لو إخواه ببرس نواز لخواهي كاني خومان بيني أو هرشاني كليمان أكي أقر راس أكي بابي تزي بما نالي سزادي بما نالي إخواه عذابتان أدا بابي تزي تمشاب كان خواهي قول سبحانه وتعالى آيتا كان كباس أكا لو إكي أوان بخوين داوان كرديان يعني كوتايينان لقر بيغمبرك عليه الصلاة والسلام أفرمي فكذبوه هوديان بدرو خسو فأهلكناهم اي مجلنا ومان بردن بس الشيوازي أفرمي ألم ترى كيف فعل ربك بعاد نابيني خواهي قولة سيبا قلي عاد كرد أي قريش
ايو خلقانيك جيان لوحي خواه سبحانه وتعالى فصب عليهم ربك صوت عذاب صوت قامتسيا صب يعني اگر اوك اللابي تيتقيت اوها بيرجي او طبيعية بلام اگر يكسر نخوني كيوا يعني اوك بكامل يمو بيت اخواري او صب بد بتونديش انا صببنا الماء صب بتوندي با خواهي قولي افرميه زور ها زور لا لا سزا بسر ما داريش يعني بطال ما كرت يعني شيك هبي برو بري انواع وزورها شي وازي عذاب وسزابي خاي يقول سبحانه وتعالى يكسر بسري عندها نخوم كاتوا فصب عليهم ربك صوت عذاب ان ربك لبالمرصاد خاي يقول سبحانه وتعالى رصد تمشاك حتى اوكاتي ككوتايدي او اوكات زان لبو انيري ولشوينيش كافرمي وانه اهلك عادا الاولى افرمي قلي عادي لنا وبرت او ذا تفصيل عذابك كخويه ورب سبحانه وتعالى باسي كافرمي وفي عاد اذ ارسلنا عليهم الريح العقيم افرمي بايك من بسردا هنا ليقل زوري عذابك يعني فصب عليهم زورها زوري عذاب يقل وانا بايك بو او بايك بخير بخو با زاري واحده خيري هي يعني موتر بكرني دارا كانوا هبا من هي كديت اواني بتمنى كان يكسر ان او باي باران يكسر باران بدوي دادي اوانا يعني او باي كلناو بلين دريا ديد وجرينا بهم بريح طيبه بلان خوي يقول او ريح وصف اكافر من الريح العقيم بخير نزوك بويك هيس خير بيري لبويا النبي ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم تم شاب كان يعني قديمة كان باز أكان يعني من جملة بولا بلين تماني هشتاء أو يجلى بابي طبعا أو تمنك زورك لواني السطو قصور سار بروا بزياتر أيقود ساري وهبوا باران نباريا بلام زوكت توزك سارد بوا تنها ببا ساردكي كهاتيا يعني جنم بوا راسته برك يعني برزايه كي كم بوا بلام قن ما تشباش تيدا بوا وبوشا تنها بوا سارده كي ايدا لبيانيا يعني اوا تمشاك بايا كل يرى بايا تشتيا نعمتها كخواي يوري سبحانه وتعالى اين يري ليرى افرمي ما تذر من شيء اتت عليه او بايا بسر هرشتا تشي كدبا تيري كد الا جعلته كرمي يعني وش اشتكي رزي لي اكرت يعني بس بايا كي بيك ادبايا شلون اشتك رزي ابي كدسكاري كي ورده ورده همي لي ابي توا سبحان الله او دارو باري همو اوها لي اكرت بس بيكتني بايكا حمشتكي ارزان ني اهيش لا سورة القمر افرميه فارسلنا عليهم ريحا صرصرا هاليرا او زاري او ريحة عقيمة الحالة كي باسكا كالريحة كالصرصرا صرصرا يعني زور ساردا فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسان لسان روجك أو روجانا هم يشؤم خراب أبو بسر أو قلا لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا لبوي عذاب سزاج السر شور كريان بيبتشيجين لدنيا يعني هل لدنيا بهوي عذابك وخواي قول السر شور يامبكا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون افرمي سزاي قيامت زور سر شور كرت لو يك الدنيا توشان ابي هيت كسي شنيه نصرت يام دزغل اخوي غورا وافرميت عفو اول صوري فصيلت بو لصوري قمر افرمي كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر انا ارسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر لو يفرمي في ايام النحسات سن روجك كروجكان شؤمن ليرى أفرمي في يوم النحس لروجة الشؤم بلان مستمر بردوام بو أو بردوام يي لو أيام نبوة استديخ وعيه سبحانه وتعالى تفاصيل روجة كانش باس أكا بوردكاري عذابك باس أكا إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر يعني سبحان الله دار خرما يستمروا بين زلامين هزولي بس بيجوليني تقريبا حسابك مترك زاروية زيادة لبن عارديا يعني اوندر روتس ولا بس ريكي
أو بدو باوش بدو كز برام بري من تا باوش تيك على الريكي أفرمي أو بايك أها تنزع الناس وها خلشي هر القرانت للزوي يعني وكبري برديام كاو بعارديان دابدات كأنهم أعجاز نخل وكو بندار خرما كمنقعر ناويشي هل كان يعني ناويشي بوش بيت يعني كو يستاب يعني لا سامح الله بايك بي هراس أو دار خرما لأساسه لبنو به انت دري وبعادي هذا بو قوري كايتي سبحان الله أو بوشي وازع عذابي أدا لا سوري الحاقة تفصيلي زورتري روجا كان باس أكا أفرمي وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية ببايش سارت عاتي يعني ويران كر سخرها عليهم خواي قولة أو باي نار نسريان لين يفرموا أيام النحسات يوم النحس مستمر أو با بردوان بولا سريان سبع ليال وثمانية أيام حسومة حفت شو هشت روش بردوان ببايكا بردوامي حسوما ببردوام أو بايها سبحان الله أو باي بو نوعي بو ساردية بو تندية فترى القوم فيها صرعا الله أو خلكت أبيني حموي أو لا شيء ببيجا كتبو أو قورا كأنهم أعجاز نخل خاوية وكو قدي دار خرمايك جندلو خرابو بناوي همي رزيبي أبو شوازك هدبونا قورا سبحان الله بيتسح عذابك بي وبس باس كردنا وهايا فهل ترى لهم من باقية أو أن دخوان هرنا شو دفروا زانت سيان مايا حرتي آسوارن مايا لا سوري أحقاف أفرمي واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه لباشان خواهي قول سبحانه وتعالى أفرمي فلما رأوه مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا يعني أوانا ديارة وشك الصاليشان لقربوا ألي بارسا هوريك هات هات وتان أوا باران من لبو أباريني هذا عارض ممطرنا خواهي قول أفرمي بل هو ما استعجلتم بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم أفرمي وأوي كأتان قلت بيغمبرك فأتنا بما تعدنا بايشي تيدايا ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم يعني تنها أقر أوي كانوا خان يكانت بديد با لوي كبسريان هات كخواي قولة سبحانه وتعالى باسيان أكا بوي خواي قولة أفرمي وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة يعني هل الدنيا خواهي قولا لعنة نارد السريان ويوم القيامة لروج قيامتش لعنة يان لي ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود أفرمعات كفراني خواهيك سبحانه وتعالى ألا بعدا لرأوا بعدنا بواتي أو مانانية كما لي حالين بعد يعني دوري ألا بعدا بلي دوري بي لبو قوم هود نا لا شوينش كأفرمي لبو قوم مديان أفرمي ألا بعدا لمدينة كما بعدت ثموت بعد لا صرف لزمان عربي للسان عربي لو يويك تصرف لقر قرآن أكا لقر حديثي بيغمبر أكا صلى الله عليه وسلم أبي زور شعر زاي وردكاري يعني قواعدي لزمان عربي بي أجنا بها لا أروى إستا أو بعدا أجا ظاهري وري بقري بماناي دورية بلان بعد مصدرة دو فعلي هي بعد بعدا بعد بعدا بعد بعدا يعني دوري بعد بعدا يعني هلاك ليلك أفرمي ألا بعدا لعاد يعني ألا هلاكا لعاد قوم هود يعني خواهي قولة سبحانه وتعالى دعا شان لسرأك لنتيزة خواهي قولة سبحانه وتعالى أفرمي ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ أفرمي كاتك أمري إيمهات بزانا حفت روش وهش حفت روش حفت شو هش روش بردوام أبي أو بايا بوها موسزا بوها معزابي كتيدا أو زخواي قول سبحانه وتعالى هود لقر أول شيء كإيماني بينا ملنا أو هم زلكاوي هنا ندري رزقاري كردن زانا خواي قول سبحانه وتعالى إيمان داران بس الشيوازي رزقار أكا كلا سورة يونس أفرمي
وكذلك ننجي المؤمنين أبو الشيوازة أخوة يقول سبحانه وتعالى إيمان داران رزقار أكاب بوي أفرمي فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود أول صريف الصلية طبعا والله أعلم وليدة كديت لاي بيغمبري عليه الصلاة والسلام دستكاني أو هداءني بيغمبر عليه الصلاة والسلام أري فرمو قسامك أو زور قساءك على يقر مالت أو يسر وتسامانة أو يقسل لقر بيغمبرك عليه الصلاة والسلام على التوابوي أفرغت يا أبا الوليد تبالي وإذا جرى قربا مش عندك آيات اللي بوخين موا سرتاي سوري فصيلتي اللي بوخين دوا حاميم أو آياتاني كباسخ كل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا تفصيلي خلق دروزبون كخواي ورباسي أكا حتى قيشت أو آياتي فإن أعرضوا أجر قريش بجبك لويتو فقل أنظرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود يعني هورت رشقكت عن ديني نسر وكو أو يعادوا ثمود كهات السروان علي يكسر وليد سيبس السريق تبس طوامك عليك قراوة بلام قومك يديسان أو يشان بشي معك دول السري يعني لعذابك اشت الساينة بلام لنتيزش أو بك همان حالة هات السريان وأخوي يقول سبحانه وتعالى أفرمي لكوتاي وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا أفرمي الدواب الرامان كردن يعني أوي أوانب لبي باوري هيتيان نمان تنها أخوي يقول سبحانه وتعالى هودو وأوشك لقريب أخوي يقول سبحانه وتعالى رزقاري كردن أخوي يقول سبحانه وتعالى حفظ مامك الله هرتي عذابه سزايك إن شاء الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.